كهربة تمشي، كهربة تجي، كهربتنا جديدة. هذا الهاشتي سومها 99,900,000. نجم تكون من نصيبك انت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، تبعث لنا اس ام اس تكتب فيه حرف ا وتبعثه على الرقم 85810، ا تبعثه على الرقم 85810. حظ سعيد للجميع. جيب حذانا باش تقدم لنا جديد، هنستقبلوها بحب كبير الفنانة التونسية ناجحة جمال. صحة شريبتك. يعطيك الصحة. مرحبا بك. مرحبا بيك ومرحبا بكل بالجمهور وبالفرقة وبكل من يشاهد فينا على قناة الحوار التونسي. ناجحة جمال هو اسمك واللقب نتاعك؟ اسمه اللقب. كأنه اسم فني. هاوش نقول لك، أنا نهار اللي جيت للدنيا الوالد نجح في الديوانة. مبروكة راني أنا. إيه؟ مبروكة على العبيد مش على روحي. كيف جيت للدنيا وبابا تسمى في الديوانه، كانت امي تسميني وداد، ولات جدتي اللي هي مماتي امي فاطمه الله يرحمها قالت لي نسميها ناجحه. واللقب جمال. ناجحه، اما تو عندك مده طويله في الوسط الفني. عندي مده لكن طويلة. ما عندكش الغنية الضاربه؟ الله غالب ساعات. شوف، بالنسبه للغنية الضاربه انت كي تجيك غنية باش تسمعها وتسمع الكلمات، انا نمشي برشا بالكلمات لانه الغنيه كي ما نحسش كلماتها ما نجمش نغنيها. كلمات في الاول وبعد نسمع اللحن يعجبني، ما نعرفش اسكو الجمهور يستصيغها والا لا، تضرب ولا لا معناتها. وزاده شوف توا تنجم تعمل غنيه توب لكن ما تنجح تتصورها انت توب. توا ولينا في عصر الديجيتال، ولينا في عصر ال اعطينا الباز، اعطينا غنيه باهي تو من 97. من 97 يعني خلطت على برشا اجيال في برشا اجيال. يعني للجيل هذا خذيت مع عنده حاجه، للجيل اللي بعده، للجيل نتاع تو. شوف الحمد لله انا قاعده نشتغل. عندك نحاول. صوت، عندك احساس، شو اللي ناقص؟ ما نعرف، ساعات نقول شوف هادي، نقول كل شيء من عند ربي. انا مانيش كسوله راهو، راني قاعده نخدم وحتى في احلك حالاتي نخدم ونشتغل. وممكن العباد فما برشا ناس عرفوني من خلال المهرجانات، برشا عباد عرفوني من خلال المهرجانات. يعني مهرجانات نمشي ونغنيو اغاني غيرنا اكثر؟ والله صدقني لا، هادي حاجه من عند ربي. راهو نجم غنية ما تعطيها حتى قيمه وتسجلها تسجيل معناتها معاك. المشكله انه قاعدين نلوجوا فيها الاغنيه، طويله المده. شوف انا ممكن ما نعرفش تشطرني الراي ولا ليه، عندي اغنيه الرقراقي عرفوها برشا عباد. الرقراقي تشهرت معناتها نوعا ما. كي نمشي كيفاش نعرف اللي هي تعرفت نوعا ما؟ كي نمشي للمهرجانات يطلبوها مني. مثال عندي اغنيه تقول كحلت عيني بالصبر، هي غنيتها قبل الراحله والصوت الرهيب ذكرى محمد الله يرحمها. كلمات وألحان علي الكيلاني، الأستاذ علي الكيلاني، غنيتها وقتها عام 2000 يظهر لي. لكن ما هذاك هو هادي معناها. نعرفش، ظلمت روحك أنت في فترات يمكن؟ ظلمت روحي، ظلمت روحي، يعطيك الصح، ظلمت روحي. فاش جاوني ديزوكازيون وما معناتها ما مشيتش فيهم. مثال كيما في كما في مع طريق النجوم الاول، نقدم له تحيه سي رؤوف كوكا، جاني وهبط لي حتىش لوزاره السياحه وقال لي ناجحه راهو انت من الاصوات اللي نحبوهم وصوتك يعجبني برشا، نحبك تتعدى معايا في طريق النجوم. قبلها انا بعام غنيت في مهرجان الاغنيه، قلت له سي رؤوف نحب معناتها نشارك معاك، مي غنيت في مهرجان الاغنيه معاش نجم نطيح، معناتها ماشي في بالي اللي هي، وبل بالعكس كان غنيت ممكن كان زدت عرفت اكثر. هذاك هو المكتوب، معناها انا من نمن برشا بالمكتوب. هيدا فما فتره تعديت بها فتره صحيه صعيبه برشا؟ اي فتره صحيه بورتون هادي ريت العامين اللي انا معناتها مرضت فيهم شويه، والحمد لله يا ربي نحمدك ونشكرك اللي انا رجعت لاباس.
لباس 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 وهك بحذانة وهك تغني وهك لباس. وبالعكس انت مثال للفنانة اللي قاومت واللي كنت تنجم تستسلم، خاطر هذا الكل راهو نفسي. انا كيف مرضت جاتني شوك في الاول، الحمد لله اللي تجاوزت بربي الساعة قبل كل شيء وبعائلتي. عندي خويا مكرم وخويا وليد ربي فضلهم لي، وراجلي زادة ربي فضله ما تخلش عليا، ومعناتها واحتواني بحب ومعناتها راهو مهم جدا كيف عبد يمرض مرض نوعا ما خطير شوية، كي تلقى شكون يحتويك وشكون يحبك راهو المورال هو الكل. اليوم لاباس الحمد لله يا ربي، نحمدك ونشكرك. ورغم هذا هادي حتى كي مرضت نخدم ونمشي للمهرجانات. ثم مرة فكرتني فما علاج راهو يبدأ قاسي العلاج نتاعو. اي الحمد لله الحمد لله. ورغم ذلك تمشي نمشي تتعالج تاخذ العلاج. اي ونمشي ونغني، نبدأ نبكي في السين نبدأ نغني. ثم مرة في مهرجان الكراكة هذاك ما ننساش بالكل، سيلا سعد سعيد يذكر بالخير ونقدم له ونوجه له تحية لأنه الحق وقف معايا زادا مورالمون. قال لي أنا شحاوينك نلوجوا عليك أنا شحاوينك، قلت له راهو هكا وهكا سي لاسعد، قال لي رانا باش نباصي وكان ما تجيش. مشيت لأنه العرض باسمي أنا ما نجمش مشيت ونزلت. ومش هو برك برشا عروض خدمتهم بعده كل مرة. وشوف هادي إذا ما تعملش هكاكا ما تتجاوزش المحنة وما تنجمش تواصل، لأنه في كل لحظة تقول أنا باش نموت في كل لحظة. وراو شوف الحمد لله الطب تقدم بصفة غريبة في بلادنا خاصة كي يبدأ فما الضمير الحقيقة، لأنه بصراحة ثم أمراض مخطرة ما تنجمش تداويهم في سبيتار مالوريزمون. إذا ما عندكش الفلوس نجم تموت. دونك تجاوزت المرحلة هذه واليوم ترجع لنا بجديد أغنية تشخصني. كلمات بالقاسم عبهول، تلحين بشير عبد العظيم، إخراج أسامة حنينية. الكليب هبط نهار 4 أفريل موجود على شان يوتيوب. في نفس الوقت هذا أول كليب تحل به شان يوتيوب. مبروك أنك دخلت للديجيتال ولو مخر شوية. ما يسالش حتى شيء ما هو مخر، والله حتى شيء ما هو مخر. علاش قلت لك أنا راني نمن برشا بالمكتوب. هذا إكستريم من جديد ناجحة جمال أشخصني. مبروك يا الغناء. بارك فيك. نبدا قبل كل شيء هلا الذوادي وفما العايده حمروني. العايده حمروني هلا، هذيك عشيرتي وهذيك رفيق دربي وهذيك اختي. وبالحق حتى في مرض تلقيتها برشا برشا هلا، من الناس اللي من اصحابي اللي انا نمشي برشا بالعاطفه راني هادي مشكلتي. حتى في الكليب قلت لازم تكون معايا هلا ويلزم يكون معايا عيادي. علاش عيادي؟ عيادي هذاك عشرة عمر، عيادي هذاك ولد بلادي، أنا أصيل دقابس وتحديدا من وذرف. مغرومة بالكرة؟ عيادي أنا مش مغرومة بالكرة الحقيقة، أما مغرومة بعيادي أنا. كيفاش؟ عيادي عبارة أخويا، معناتها عشنا مع بعضنا وتعشرنا مع بعضنا. أنا جيت نقرا من قابس، جيت لتونس، لقيت عائلتي الثانية عيادي، معناتها عائلت عادي عيادي الحمروني. فهمت؟ كيف عملت الغنية؟ الغنية هي فيها برشا شجن، فيها برشا وجيعة، فيها برشا ليعة. كيف حكيت أنا أسامة حنينية بربي نقدم له تحية بالمناسبة لأنه بالحق تعب معايا برشا في الكليب. قلت له أسامة الكلمات فيها برشا وجيعة، علاش ما نحطوش هيلة؟ بما أنه هيلة تعمل في البرامج الاجتماعية. قال لي ما لا، الفكرة حلوة. وقلت له على عيادي، انا انسيت على عيادي حمروني. عيادي حمروني الجوهره السوداء.
تاريخ البلاد. أما ما يقبلش صعيب. هو صعيب لكن هو يحبني، هو كما حكيت لك احنا عائلة واحدة احنا وعيادي، وحبيتها كأوماج من فنانة اللعب كرة أعطاه من حياته من روحه لبلاده، ولكن مع الأسف بلاده تنكرته في الأخير. عيدي حشام. حشام برش. وتعدى بظروف خايبة. توا الحمد لله، لكن مش ماخذش حظكم يلفو من 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 الدولة متاعه صراحة. فعلاً إنه تعدى بظروف صعيبة برشا. توا الحمد لله. قبل. أقبل. قبل له توا الحمد لله. تصور أنت لاعب كورة ولا أي مشهور. وهو مش لاعب أي لاعب كورة. مش أي لاعب. مش أي لاعب. نجم كبير ومعناتها تاريخ. تاريخ يقعد في التاريخ عيادي. فعلا حتى لقى صعوبات في السكن حتى؟ لا مش للدرجه هذيك الحقيقه، لا هو من عيادي حمروني من نوع اللي عاطي داره لدارهم ساكنين فيها، وهو كاري البرا. عيادي من نوع اللي ضحي برشا على دارهم وعلى عائلته. لكن كما حكيت لك مع الاسف ما لقاش حظه في بلاده، تصور انت نجم يكون في كرهب فاخره ويكون في عايش حياه البذخ. فجأة يلقى روحه عادي كما الناس، هذيك التعب نفسانية. بدلوا الجو. بدلوا. ونقترح عليك تغنينا أغنية طرت عليك صلاة الله وسلامه. هذه باش نسمعها بصوت الفنانة اللي صوتها مميز ناجحة جمال. I'm not afraid.
ناجحة جمال يعطيك الصحة. عايشك. باش نعطيك زوج صور ونحكيو فيهم. اوكي. الصور الأولى أمنة فاخر شيرين اللجمي. أنا أختي وعشيرتي أمنة فاخر، نموت عليها أمنة فاخر. عشرة سنين أنا وأمنة وصاحبتي من الطفولة معناتها. صوت حلو برشا، أخلاق عالية. صوت مميز، بنت عائلة كبيرة، حنينة، نحبها برشا حسيلو، نحبها برشا آمنة. في موزايك قلت آمنة فاخر فهمت. أي. فهمت الساحة. أي. فهمت الحكاية على بكري. أي. أنا ما فهمتهاش لتوا، شو اللي عندها هي باش خليها تفهم وما عندكش أنت باش ما تفهمش؟ آمنة شوف، ثم فنانين تجي في حياتهم، يجيو في حياتهم عباد، يجيو في حياتهم ناس يحاولوا يدزوهم القدام. شكون يدز فيها؟ طول عمري نعرفها وحدها. مش وحدها، توا معاها زوجها ومعاها اكيب، كانت تخدم معاها اكيب. امنه هي انت حتى انت معاك اكيب؟ توا انا توا فقت باللعبين، توا ولات معايا اكيب، وليت نخدم توا، بديت على الديجيتال وبديت معايا جروب كامله، معناتها على اساس نحاول باش نقدم فعلا. مثال شقولها كانت ليكا؟ اي كنت باش نغنيها انا. وعلاش ما غنيتهاش؟ دخلت للاستوديو وقتها، هي الغنية هذه جات في شكل ملحمة. ملحمة وقتها باش يقدموها الصحبي شعير ورضا شعير لمهرجان الكسور بتطاويل. دخلت الاستوديو بديت نسجل، فجأة صارت هكا حكاية، خرجت من الاستوديو. شطار والله هكا، كلي تنبست شوية أنا وصاحبي. علاش؟ والله هكاكا نتنبزنا في حكاية أخرى، معناها ما هيش تابعة الغناية ولا تابعة الملحمة. خرجت لو أنا أصحابي، أنا توا أنا وصاحبي وعشرة أنا وياه، ومن صغرتي معناتها خدمنا مع بعضنا، خاصة ثلاثي شعير، صاحبي شعير وسمير شعير. سمير زاد كيف كيف ملحن ممتاز برشا، وخدم لي برشا أغاني. الأزهر كيف كيف. دونك مشيت الغناية أي هذاك اللي كتبها. علاش قلت لك راني بالمكتوبين. وشفت بارك الله نجحت مع شيرين؟ لا نجحت ومحلاها شيرين، ومحلى صوتها، وفنانه راقيه، وفنانه معناتها تعرف تخدم زاده. شو بقالك من مثال شقولها؟ ها باش نغني لك. ما يسالش قولها ولا ابوك يقولها، وامي ما تقولش لا بابايا وعرفتها، على سنة رسول الله سهرية وهلولة، حنا الليلة لولة وأصوات الزغرطة، اعزم وكرم ناسكم كيف ما يكونوا عراسكم، اعزم وكرم ناسكم كل ما يكونوا عراسكم، يا لا 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 ويا لا لا يا لا 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 ويا لا لا، أمي ما تقولش لا بابايا وعرفتها. برافو. عايش. يعطيك الصحة. يعيش. عايش كدوت. باش نوريك زوج صور أخرين. نرمين صفر. أي. نجلة تونسية. شكون تعتبرها زميلتك أكثر؟ كصوت خذها بإطلاقها. والله خليتني في إحراجي، هذه الزوز ما عندهمش أصوات، هما فنانات. أنت فنانة؟ أنت فنانة؟ أنا نعتبر روحي فنانة. شكون تعتبرها الزميلة؟ الأقرب. الأقرب نرمين صفر. شبيك هذي؟ ليلى؟ اي نعرفش علاش. نسألك علاش؟ نمشي بالعاطفة برشا. تمشي بالعاطفة؟ اي نمشي بالعاطفة.
باه. لكن كي باش نقيموهم انا ما نجمش نقيم الاصوات، لما حال انا استاذ موسيقى متحصل على دبلوم موسيقى عربيه، النجم كي نسمع صوته نقول اسكو يغني والا لا. هما ما همش اصوات، هما بيدهم معناتها معترفين اللي هما ما همش اصوات، ما همش فنانات نتاع باش تغني لك. هما اي هما يستعرفوا بذلك. النجله ما قالتش انا ام كلثوم ونربين صفر، ما قالتش انا ورده. تنكر انهم انجح منك في الساحه ولا لا؟ لا هما ناجحين، انهم اكثر شهره منك بالطبيعه، انهم عندهم انتاج وصل للناس اكثر منك. ليه انت سامحني يا هادي يا اخي، الانتاج زاده. انا باش نعطي انتاج باش يفيد العباد هذوما، ولا باش نعطي انتاج باش يزيد يطيح النيفو نتاع الفنان؟ هل انتاج نرمين صفر يطيح النيفو؟ مثلا نسالك، نرمين صفر عندها اغاني معناتها فيها شويه اباحيه، ونجله ما عندهاش. نجله ما عندهاش الكوجينا واغانيها التراثيه وكل شيء. اي ليه ولات خير من قبل نجله؟ هاك متناقضه توا، تولي انا نجله توا. ماشي بالعاطفه، انا نرمين صفر تعجبني كبنيه محليها وك وهكا نحسها عاطفيه شويه والكل، ما نعرفش انا نمشي بالعاطفه شوي. ونجله عاطفتك شبيها مسدوده قدام؟ ما نعرفش ما يتعدات مع لطفي العبدلي قالت ما نعرفش ناجحه. مش ليه تعرفني هي؟ ليه تعرفني؟ مش عيب. لا كان جات ما تعرفنيش، كان جات ما تعرفنيش بالحق، ما تعرفنيش عادي معناتها ما تقلقنيش، اما هي تعرفني بالكدا، تعرفني من عام 97. يمكن ما تعرفش ناجحه الفنانه معناتها باغانيها، بمعنى ما تعرفلكش اغاني. ممكن يا اخي تغششت. انا ليه حسيتها شويه وكهو، مش تغششت، حسيتها شويه لانها هي تعرفني مش ما تعرفنيش. كنت تنجم تقول نعرفها ناجحه. سيده الغناء العربي واعظم صوت عربي في التاريخ الفن نجله نتاع الحصان في منوعه لطفي شو تايم قالت ناجحه جميل ما نعرفهاش، نحب نقولها الشهره نتاعك الله لا تكتبها لي والناس تعرف الناس، والفن ما عادش فن، اصبح فن من اللي دخلوه امثال. هل هذا مستوى فنانه تكتب؟ لا مستوى عادش بيه، لو هيك خرجت انا ما لا سبتك لا تهجمت علي. لا ما تهجمتش علي، اما وقت اللي تنكر تقول ما نعرفهاش وهي تعرفني. انت ما تعرفكش فنيا، قد تقصد ما تعرفكش، وحتى لو كنت ما قالت ما نعرفهاش. وانا ذكرت حاجه خايبه في التدوينه. كيفاش نجله نتاع الحصان؟ شو المقصود؟ يا اخي هي مثلت مع الحصان. كهو هذاك اللي حفظت لها. هي شوف هي تشهرت بالحصان. الشهره نتاعك الله لا تكتبها لي، اش تقصد؟ نقصد اي شيء عندها تقول الله لا تكتبه لي. شوف هادي انا في أغانية نحسب برشا حاجات، وصحيح انا ما عنديش شهرتها هي، لكن انا نحافظ على برشا حاجات. ما فهمتش. انا كي نجي باش نغني غنيه ولا باش نعمل كليب والا باش نمشي نتعدى حتى في تيلي في التلفزه باش تشوفني العباد، يلزمني نحافظ على برشا حاجات. على قيمتي، على قدري. وين هي تحافظ؟ وين هي ما تحافظش؟ مش عليها هي، نحكي لك بصفه عامه. لا انا نحكي عليها. انا نحكي لك، انا كي جبت على حسان مثال، انا ما نجمش نعمل نخرج في كليب بالحسان مثال بالطريقه هذيك. اوكي وشو معناتها الشهره نتاعك الله لا تكتبها لي؟ معناتها اذا كان باش نكون مشهوره بال اليوم هي مشهوره حكايه الحصان وقع تجاوزها بالوقت. هذاك هو هذاك اليوم هي مش مشهوره بالحصان، اليوم مشهوره بغنيات، واليوم مشهوره بشو ما مشهوره. اي بيان سور. اي الله لا تكتبها لي، علاش؟ هذاك انا قلت لك في لحظه نتاع غش، والفن ما عادش فن، اصبح فن من اللي دخلوه امثالك. هذا هنا ثلب مدينت لها باعتذار الحق. من نجم انا نقدم لها اعتذار، نقولها نعتذر منك يا نجله وما صرحت شيء. وتفسخ التدوينه؟ اي بيان سور. خاطر التدوينه مازلت لليوم موجوده. والله ما خاطر ما ممكن ما انتبهتش. خاطر الكلام الخايب يبقى بيان سور. معناتها ما شفت ما نعرفكش، انا ما نعرفهاش. تنجم انت كنت تطلع تقول انا عم بدي ما نعرفهاش. اي ممكن، انا قلت لك في فتره غش كتبت هكاك. نرجع للعاطفه، ما قلت نرمين صفر لا تعرف تشتح لا تعرف تغني. تعجبني ما نعرفش علاش. إذا لا تعرف تشتح لا تعرف تغني، علاش تعجبك؟ أنا غالبهم حبوها العبيد، هي العبيد حبوها وكسبت قاعدة جماهيرية كبيرة، وهي كبنية محليها ومبنها تعجبني. نكملوا مع الموسيقى؟ نكملوا. باش نخدموا مع كوكتيل تونسي مزيان. أوكي. صوت ناجحة جميلة. Thank you.
شيعتهم صبوا وطيتهم ما كبوا ونومي لومي 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 على اللي يجرحوا ويشفوا ولومي على اللي يجرحوا ويشفوا وكتبت فراقة لومت عالدنيا دنيا اللي فراقة لا تدوم لا تخلي خلي اتنين رفاقة بين اللحم والطفر ظفر تشغل فينا صبرنا بلا اللي اسمع يا مغرور ما تغرك ليال دور يبعد كان كلام اسمع يا مغرور ما تغرك الايام والايام تدور يبعد كان كلام موهبة متعلي وانا دوبت بكلي
ناجحه جمال، كنت ناشطه مع نقابه مقدد السهيلي. اي تو مع ماهر همامي؟ لا لا، تو منخرطه في نقابه، النقابه التونسيه لقطاع الموسيقى اللي تنضوي في شكل اطار كبير اللي هو اتحاد الشغل. منخرطه مانيش عضوه معناتها في المكتب، في المكتب التنفيذي. حسب رايك ترى انه كثره النقابات حاجه باهيه ولا خايبه؟ لا ماهيش باهيه، لا ماهيش باهيه حتى الطرف. تشتت الموسيقيين، اش معناتها نعملوا 7 ولا 8 نقابات؟ ما تبقى كان الافضل. ويني توا تشوف فما في الافضل؟ تشوف نقابة لطفي بوشناق وصابر الرباعي، ونشوف في نشوف نبيها كراولي، نشوف نوال غشام، هما اسماء شكري كبيره. نشوف طبعا هما اسماء كبيره، لكن راهو النقابي يلزم يكون رجل ميدان كما توا وليد الزواغي نقيب قاعد يخدم في خدمه باهيه، خدمه كبيره. قبل مقداد زاده كان يخدم، كان من الصباح يحل بيروه يروح كان العشره ويدور من بلاصه لبلاصه، معناتها هذوما معناتها زوز. انا مقداد خدمت معاه وتعلمت برشا حاجات في تظلم مقداد السيدي؟ اي تظلم 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 مقداد. انا نحبه برشا مقداد، نحبه لاني عاشرت وكلينا الماء والملح مع بعضنا وعرفت عائلته. فينومين كبير، وريت مقداد على قد ما يشوفوه اغريسيف على قد قلبه طيب وفي ساعه يبكي وحنين. فما صحوه في المسيره نتاعك توا من خلال الكليبات، من خلال الديجيتال، ناويه تكمل عندك أكيد. نفس ولا أي. ولا عندي نفس، عندي شحنه كبيره ان شاء الله. ربي ان شاء الله نحب ربي نجحك، ربي يوفقك. خلي لي كلمه الختام. نحب نشكر الساعة اللي لبستني، زهيرة غالي بسكرة، كيف كيف أنيس وسال في العوينة، كيف كيف المزين متاعي واللي نحبه برشا سانتر ناصر بيوتي وأميمة وكل الكيب اللي معاه. ونشكر عائلتي ونشكر أصحابي اللي يحبوني، ونشكر زوجي وأخوتي الأولاد مكرم وليد ومرت خويا اللي زادة بالحق خليني حتى ولو نكرمها هادي بجملة صغيرة نقولها بوثينة، أنا ما جبتش أخت، أنا ما عنديش أختي، أنتي أختي بالفم والملاء، وحتى كان جات عندي أختي مش باش تحبني بالقدر اللي تحبني فيه أنتي يا بوثينة، وربي يفضلك. شكرا ناجحة جميل. عايشك عايشك. ضيعت الاول ما تضيعش الثاني. من تونس ترجع لكم فرصه كبيره للربح، بورتمان فاخر اوستوندينغ في اقامه راقيه ريزيدونس حنين بارتي 2. البورتمان هذا اس بلس 3 قيمته 400 مليون، ينجم يكون فرصه العمر بالنسبه ليك. ما لافش تستنى، ابعث في ساعه اس ام اس في حرف ا على رقم 85811 85811. حظ سعيد للجميع. هذه سالة لا فيها، هذه سالة واحد ينجم تعرف تعمل فيها عرس، تنجم تعمل فيها خطبة، تنجم تعمل فيها لا واسعة والله محليها. وعندك جنينة مغادي تفرج، عندك الخضار وجنينة مغادي، جو يعمل كيف وبركون زي بركون هذا هكا بركون معناتها تنجم هكا في العشوية وي. تخرج وي. تعمل حتى قيوة في بركون غاديكا، قيوة حربي شي يعمل كيف كازون غاديكا بحذيه كليماتيزور وشفاج زيدا زوز معناها معناها في الشتاء جو نبي تخصيف جو نبي صحيح. هو الفازة بتاع الباب حاجة تعمل كيف خياطة في الحيط الكل يسعون الكوجينة. الماكلة خويا وجو هذه الميكروون لو كاستري هاكا بلاصتو حاضرة نبي زيت كل شيء الكوشة بتاعك كل شيء قريب تك تك تجبد منا تجبد منا. ايوا شاء الله 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 عندك وين تحط الدنيا يا سيدي يا سيدي وكل عاد تنجم تحط برا السحرة خير وليد عاد كامل هذا.
كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري. شكرا متزارو ميلانو، شكرا للحضور، شكرا لضيوفنا، شكر خاص للمرقوم على الديكوراسيون، وتحية كبيرة لكم على الوفاء. شكر كبير للفرقة الموسيقية، فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بعيسى. نتقابلوا في سهرة الأربعاء على قناة الحوار التونسي. باي باي نسكوت، سبحان الله.